أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية صحتي يسعى لتطبيق برنامج الضمان الصحي والذي سيؤمن خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين. رئيس المجلس الأعلى للصحة شدد على أن هذه الخدمات ستكون بالمجان للمواطنين وستشمل جميع الخدمات الصحية المتاحة حاليا، بجانب الاستفادة من الدعم الجزئي الذي ستوفره المملكة للعلاج في القطاع الصحي الخاص. وكشف معاليه أن تطبيق البرنامج سيتم على مراحل، حيث تم الشروع الفعلي في التطبيق التجريبي لبرنامج التسيير الذاتي للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ضمن المرحلة الأولى لتطبيق الضمان الصحي للمواطنين بالتوازي مع تطبيق التأمين الصحي على المقيمين، موضحا أن جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج دون أي حواجز أو قيود، كما وسيوفر الضمان الاجتماعي أو الضمان الصحي حرية الاختيار للمواطن للعلاج والدواء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ضمن الباقة الأساسية، منوها بأن تطبيق النظام اختر طبيبك في الرعاية الصحية الأولية يعني أن المواطن سيكون مسجلا لدى طبيب العائلة المسؤول عن خدماته العلاجية والوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة الخطة العلاجية.